راح أبدأ المحاضرة. طبعا الآن السلايدات موجودة عندكم حسب ما شايفينها، أوكي واضحة ما هيك؟ أوكي. الشراكة المجتمعية أو ما تسمى المشاركة المجتمعية أو المجتمع بحد ذاته هو عبارة عن مجموعة من الشركاء الحقيقة في إقامة أو في تكوين أي مجتمع. الموضوع اللي بدي أتكلم فيه هو كثير هام، هو يتعلق أيضا في المحاضرة السابقة أو المحاضرتين السابقتين اللي بتخص دلني على السوق وموضوع صندوق القرض الحسن أو القروض الحسنة والتمويل وإيجاد التمويل. المحاضرة هذه هي الشراكة المجتمعية، هي عبارة عن يعني مفهوم موجود عند لدى الكثير من العاملين في العمل المدني، فهو عبارة عن 3 أطراف شركاء في هذا العمل، إن كان الحكومي يعني الدولة بهيئات الحكومية كلها أو القطاع الخاص من تجار ومصانع ومقدمين خدمات، والطرف الثالث هو منظمات المجتمع المدني بهيئاته المختلفة يعني بكل نشاطاتهم. ونحن تركيزنا الحقيقة في هذه الطرف الثالث اللي احنا بنكون يعني آتين من طرف منظمات المجتمع المدني لتقديم الحقيقة خدمات في نهاية الأمر تستهدف المواطن، تستهدف الإنسان في كل مجالات حياته. طبعا المقصود بالشراكة المجتمعية في يعني عدة تسميات لها، في شيء اسمه social partnership اللي احنا عم نتكلم عليها social partnership، وفي كمان المشاركة الاجتماعية وليس المجتمعية. يعني هذه المشاركة الاجتماعية اللي هي العلاقة مثل الآن التباعد الاجتماعي والتقارب الاجتماعي يعني الكوميونيتي participation، فهذه يعني إلى مفهوم آخر. وهناك يعني أيضا مسؤولية نحو المجتمع اللي بيسموها social responsibilities، المسؤولية الاجتماعية. فبالحقيقة الأفكار اللي بنتكلم فيها في بداية عن أهمية الشراكة المجتمعية في تكوين جسم قوي في بنية الدولة أو المجتمع. السؤال اللي بدي أقوله بهذا الموضوع أو الفكرة اللي بدي أقولها إنه المجتمع أو الخدمات اللي بدها تقدم للمجتمع تقدم من 3 الحقيقة، من 3 جهات، وهؤلاء اللي أشرت لهم: الحكومة أو الدولة، القطاع الخاص اللي هن التجار والمصانع، و يعني في الطرف الثالث هن الحقيقة منظمات المجتمع المدني. راح يكون عندنا يعني هذه الـ3 دوائر فيها تقاطعات بين مؤسسات المجتمع المدني بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. راح أنا قبل ما أبدأ في المحاضرة بشكل يعني مفصل، راح أوريكم أو خليكم تشاهدوا فيديو بسيط لشقيري، معروف يمكن شقيري عنكم، شخصية يعني مشهورة ومعروفة. رايد أضع لكم هذا الرابط، خليني أقدر بس يعني قبل ما أدخل في المحاضرة يمكن بيسهل علينا الفكرة اللي عم نتكلم عليها. راح أشارككم بهذا الفيديو بسيطة بس شوي. غريب.
أي مجتمع فيه ثلاثة مؤسسات أساسية، فيه الحكومة وفيه القطاع الخاص وفيه المجتمع. خليني بس أعطيكم الشير. يمكن الآن صرتوا شايفينه. راح أعيد الفيديو بس هو مو طويل. مجتمع فيه ثلاثة مؤسسات أساسية، فيه الحكومة وفيه القطاع الخاص وفيه المجتمع المدني. المجتمع المدني هو المؤسسات الغير ربحية وهو الأعمال التطوعية والنوادي التطوعية والجمعيات التعاونية. الآن المجتمع علشان ينهض يجب أن يكون هناك توازن بين الثلاثة أعضاء. لازم الدولة تقوم بدورها، بس لازم أيضا القطاع الخاص يقوم بدوره والمجتمع المدني يقوم بدوره. في العالم العربي يوجد اعتماد كبير جدا على الدولة، فدور الدولة مضخم ودور المجتمع المدني مصغر، وبالتالي المعادلة ما هي موزونة، وبالتالي يوجد خلل، وبالتالي نضعف من إمكانية الإصلاح بشكل سريع. واحدة من العوائق اللي عندنا في العالم العربي ونريد أن نحسنها ونطورها إعطاء الفرصة للمجتمع المدني أن يتحرك. بمعنى إذا في ناس تبغى تفتح مؤسسات غير ربحية، المفروض أن يسمح لها أن تفتح مؤسسات غير ربحية. عدد من الدول العربية اليوم إلى اليوم لا تسمح بفتح non-profit organizations، تسهيل فتح نوادي للشباب. عدد من الدول العربية تصعب هذا الموضوع. أنا شاب عندي طاقة وأبغى أفتح نادي، إيش أسوي عشان أكون رسمي؟ عدد من الدول تساعد، عدد من الدول الأخرى لا تساعد، ففتح هذا الموضوع أيضا طيب أوكي. راح ننتقل مرة ثانية، نرجع للسلايد تبعنا. منقول إنه مثل ما شفت وكنت أنا عم أتكلم إنه هناك شراكة مجتمعية حقيقة حتكون موجودة بين هاي القطاعات الثلاثة اللي تكلمت عليها. طيب لابد إنه الجهود التي يقدمها أي طرف من هؤلاء إنه لابد إنه نستطيع فعلاً نستثمرها بشكل جيد، إن كانت الدولي إن كانت القطاع الخاص ولا كانت المجتمع المدني، نستثمرها بشكل جيد علشان نقدر نستثمر إذا كان في إمكانية. يعني في أحد فاتح صوت، خلينا نعمل ممكن نعمل ميوت. مين؟ أنا ما مبين عندي، عفوا. طيب الأخ ناصر البدر، يمكن نعم ممكن تعمل ميوت عندك. في أسفل هذا على اليسار من تحت. طيب اوكي شكرا تمام. فلابد انه احنا هذه الاطراف او الخدمات اللي بيقدموها الثلاثه اطراف او ثلاثه شركاء الى المجتمع يجب انه فعلا تكون لها توازن ويكون عملها متوازن مشان تكون هناك فائده بتقديم الخدمات الى المجتمع. فالمشاركه لابد ان يكون هناك مشاركه في الخطط وتنسيق البرامج وتكامل في الخبرات، ولابد بين هاي الأطراف الثلاثة يكون مشاركة في التكاليف الثابتة اللي بتنتج عن هذه الخدمات والسيطرة حتى على المخاطر. المقصود بهذا الكلام يعني إنه ما بدنا لحنا نعمل بمعنى أصح تكرار للخدمة أو تكرار للعمل أو يكون هناك المستفيد عم يأخذ الخدمة من جهتين أو طرفين أو أكثر من طرفين بنفس الخدمة، وبالتالي في هناك بعثرة للجهود وعدم تنسيق. فلابد من هذه المشاركة أن يكون هناك في نوع من التخصصات في منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للمجتمع، إن كانت من ناحية التخصص، من ناحية البرامج، من ناحية حتى الخبرات، ولا يكون هناك برضو مشاركة
المشاركة في التكاليف. يعني الدولة ممكن تشارك في تكاليف لو كانت مثلا منظمة مجتمع مدني لديها مشروع معين تريد أن تقدم من خلاله خدمات إلى المجتمع، خلينا نقول القروض الحسنة اللي كنت أنا عم أتكلم عليها، أو التعليم. فلا بد أن الدولة تستطيع أن لهذه المنظمة أو لعدد هذه المنظمات أن تقدم لهم جزء من التكاليف اللي ممكن تقوم عليها نشاطات هذه المنظمات، وتقدر تستطيع تقدم خدماتها بشكل مناسب. فلابد منقول من مشاركة في الخطط، أن أشارك خططي مع الآخرين، ونسق برامجي، تكون هناك تكامل في الخبرات، تكون هناك مشاركة في التكاليف أنت ما حكيت. فبالتالي عشان أقدر أنا أرفع القدرة التسويقية لأطراف هذه الشراكة، أن يكون عندي هذا التنسيق اللي كنت أنا عم أتكلم عنه. لازم يكون في عندي فعلا أهداف مشتركة بينه وبين الحكومة وبين القطاع الخاص. يعني مثال، إحنا وجدنا كثير من المصانع وأصحاب الأعمال وحتى التجار لديهم جزء من دخلهم أو من عملهم أو من نظام المؤسسات عمل خيري أو عمل مدني يخدم به المجتمع. يعني وجدنا كثير أنا من المنظمات العالم المصانع أو رجال الأعمال بيفتحوا منظمات مجتمع مدني أو منظمات خيرية. هذا جزء من الشراكة اللي أنا عم أتكلم عليها. فلابد لمنظمات المجتمع المدني أن تستطيع تستثمر هذه العلاقة المشتركة بين خدمات أو المشاريع اللي بتقدمها هذه المنظمة وبين هؤلاء اللي بدهم يقدموا أو عندهم قدرة مالية أو عباءة مالية أنهم يستطيعوا يقدموا خدمات معينة. فلابد من تقديم منتجات أقوى للمستهلك، وخلق منتجات جديدة، وخفض تكلفة المنتج وتسويق منتجات إضافية. يعني مقصود في المنتجات هي خدمات، أي والمستهلك هو مقصود فيها المواطن. فلا بد يعني أنه مثلا هناك، لنفرض اليوم بتركيا الحكومة ما يعني طلبت من شركات الاتصالات الموجودة في 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 تركيا أن تقدم 1 جيجا بايت لكل المواطنين الموجودين في تركيا، ولكل حتى من هو يقيم الآن أو متواجد الآن على في الأراضي التركية، فأعطتهم 1 جيجا بايت إنترنت. هذا عمل جيد. كمان قامت الحكومة طلبت، على ما أعتقد الحكومة التركية كمان من شركات الاتصالات طلبت منهم أنهم يعطوا كمان باقات كتير مميزة للعاملين في المجال الطبي. فعلا يعني أخذوا، أنا حسب ما سمعت أنه وزعوا 15 جيجا بايت و 20 جيجا بايت بشكل شهري لكل شخص يعمل في المجال الطبي. يعني هذه نوع من المشاركة اللي احنا نتكلم عليها. هناك يعني لابد من الحكومة أن تشجع منظمات المجتمع المدني أو تشجع رجال الأعمال أو تشجع القطاع الخاص لتقديم منتجات معينة أو خدمات معينة، إما بشكل مجاني أو بسعر يعني مخفض. هذه الأعمال وهذه الأفكار هي تحسن الحقيقة الصورة الذهنية للقطاع الخاص، لأنه إحنا ما بنصير بنقول القطاع الخاص يعني منفصل اجتماعيا عن البلد او المجتمع، ولا منقول انه الدولة منفصلة يعني جسميا وشعورا او اجتماعيا عن الدولة عن المجتمع. فهذه الصورة بالمشاركة اللي بتصير بين هؤلاء الأطراف بتعطينا فعلا صورة ذهنية جيدة للمواطن. طيب، في كمان أيضا هناك مثل ما عم نتكلم زيادة مساحة الفهم المتبادل وتحسين أساليب العمل، وهالإعلانات المشتركة اللي بتتم من خلال منظمات المجتمع المدني، إنه حصلنا على دعم من الحكومة، حصلنا على
مثلا الحكومة في مثلا في تركيا سهلت كثير من الإجراءات في إقامة أو تأسيس منظمات المجتمع المدني. يعني مقارنة تركيا مع مثلا كثير من البلاد الأخرى، لتكوين منظمة مجتمع مدني تعتبر من الأمور ليست المعقدة جدا، إنما من الأمور السهلة جدا، وحتى إجراءاتها ما هي بها التعقيد اللي موجود في دول أخرى مثل الدول العربية أو غيرها. يعني أنا وحتى وجدت أسست أكثر من منظمة مجتمع مدني في الغرب وفي هون في تركيا. تركيا تأسيس منظمة المجتمع المدني بشكل متوازن ومتساوي مع الغرب من ناحية الشروط ومن ناحية الطريقة اللي بتسلكها فيها الدولة. فهذا الأمر يعني بصير بيعطينا فرصة إنه أن نقدم خدمات أفضل للمستهلك. فيعني بشكل طبيعي أنا بدي أوصل إلى أهداف الشراكي اللي ممكن أقدر يعني اتكلم فيها بشكل أكثر. فأهداف الشراكة هي توحيد جهود وقدرات وإمكانيات الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يحقق تنسيق وتكامل الأدوار والخطط واستغلال الإمكانات المتاحة بكفاءة عالية من خلال معالجات تشترك فيها كافة الفئات الاجتماعية. يعني هذا كثير مهم انه وقت بتتوحد فيها الجهود، هذا هدف حقيقة، هدف رئيسي من هذه المشاركة او الشراكة الاجتماعية. الهدف الثاني هو وضع خطط وبرامج خاصة لرعاية وتأهيل تدريب الفئات المستهدفة فنيا ومهنيا، وذلك بمشاركة كافة الأطراف الحكومية والأهلية والمدنية في مختلف مراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ وحتى التقييم. يعني أنا وقت تطلب الدولة أنه أنا أدرب الشباب أو طلاب الجامعة أو طلاب المدارس المرحلة الإعدادية أو الثانوية في فترة الصيف في مصانع أو في مؤسسات، وبطلب منهم أنه هذه المؤسسات تشجعهم على تدريب وتشغيل أو إعطاء بعض المسؤوليات البسيطة للطلاب في فترة الصيف في تدريب، ولا في كان ورش عمل، ولا في مختبرات معينة ممكن تكون موجودة لدى تلك المصانع في حسب التخصصات المعينة. أنا شفت في أنقرة أكثر من، يمكن موجود كمان في إسطنبول، بس في أكثر من جامعة، الجامعة يعني الحكومة أعطتها تقريبا أرض، ومن داخل حرم الجامعة هناك أبنية. الأبنية هذه قدمتها بأسعار رمزية لرجال الأعمال أو الشركات الناتجة تفتح مكاتب داخل حرم الجامعة. فتحت، أنا زرت هذه الوحدة من الجامعات التكنولوجية في أنقرة، ففاتحين شركات، فاتحين مكاتب في داخل حرم الجامعة. الشركات هذه تستقطب دراسات الطلاب وأبحاث الطلاب، وتستقطب كثير من الطلاب الجامعة للعمل في هذه المكاتب واكتساب الخبرة من خلال المجالات اللي تشتغل فيها هاي الشركات. فهذا نوع من المشاركة اللي ممكن نحن نشوفه ونواجهه، ويجب أنه منظمات المجتمع المدني يعني تعرف كيف تستثمر هذه الأفكار. فلا بد من وضع خطط وبرامج خاصة مثل ما حكينا بهذا الشكل، توفير مصادر تمويل اللي كنا عم نتكلم عليها سابقا لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل ولضمان استمرار الرعاية والخدمات الاجتماعية، والعمل على تمكين الفئات الفقيرة والمستهدفة من الحصول على الخدمات والامتيازات المنشودة. يعني بمعنى أصح الشركات هي تستطيع أن تدفع تمويل مثلا لأبحاث معينة تقيمها الجامعة، أو تمول مختبرات معينة، أو تستقطب طلاب للعمل في مختبرات. أنا عندي ابني حقيقة، وهذا واحدة من الصور اللي بشوفها، هو بيدرس في ألمانيا، استقطبوا أحد المختبرات والآن يعمل لديهم في
يعني أمور فعلا تطلب منا الحكومة من هذا المختبر، عبارة عن إجراء أبحاث معينة في اختصاص معين. فهذه المختبرات هذه قد نتائج أبحاثها ونتائج توزيع هذه الأفكار أو هذه المنتجات اللي تخرج من المعاهد أو المختبرات إلى الدولة، بيستفيد منها الدولة، بيستفيد منها حتى القطاع الخاص، بيستفيد منها طبعا الشباب اللي عم بيكون يبدع ويشتغل داخل هذه المختبرات لتقديم يعني لإيجاد فرصة. أنا كنت عم أتكلم حتى مع ابني من يومين، شو الهدف اللي أنت أو شو الرؤية اللي عم تستقطبها أو عم تشوفها في 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 عملك في المختبر؟ فقال لي إنه يعني أنا بدأت أشعر إنه ممكن إذا في عندي شيء طلعه أعرف طريق اللي ممكن أنفذ هذه الأفكار، أنفذها من خلال المختبر. ممكن لو بذهني شيء معين بدي الطريق أمامي مفتوح، والجامعة هي الجامعة أمنت له العمل في هذا المختبر. هلأ ناحية تاني من الأهداف من هاي الشراكة، بدل ما أدخل كتير في المواضيع، الإسهام في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والتسول والانحراف من خلال تمويل المشاريع التنموية الصغيرة والعمل على تأمين فرص عمل ووسائل إنتاج للمستهدفين والقادرين على العمل. يعني منظمات المجتمع المدني تتوجه إلى المصانع، إلى القطاع الخاص، حتى إلى الحكومة، عندها فئات مستهدفة بدها تظهر هذه الفئات إنه ممكن يكونوا عاطلين عن العمل، ممكن يكونوا خريجين معمل أو وظيفي، ممكن يكون بدهم تدريب. فالمنظمات المجتمع المدني مسؤولية شبه مباشرة عن الشريحة أو المنطقة الجغرافية اللي هي بتشتغل عليها. فلابد من توظيف بشكل جيد للإمكانات المتاحة لدى الجهات المتعددة التي تشترك في خدمات اجتماعية في مجال نوعي معين، وكذلك التي تعني بتقديم إعانات ومساعدات طارئة أو مؤقتة، مالية كانت أو عينية أو غيرية أو غيرها. يعني الدولة عندما الآن بدها توزع كمامات، بدها توزع مثلا معونات، فالمنظمات المجتمع المدني عندها القابلية التي تستحق هذه المعونات أو هذه المساعدات، إن كان من رجال يعني من كبار السن، إن كان من الفقراء، إن كان من العاطلين عن العمل. يعني دور منظمات المجتمع المدني ليس فقط في تقديم الإغاثة من جيبتها الخاص، قد لا يكون عنها، لكن هي الجسر اللي بيعبر عن طريقها الشركاء الآخرين لتقديم تلك الخدمات أو المنتجات عندما يكون هناك مصنع أو قطاع اقتصادي معين بده يقدم مثل شركة الاتصالات أو مصنع عنده فرصة تدريبية معينة، فبيكون مثلا هذه المنظمات على تواصل وعلى علاقة استراتيجية مع هذه المصانع مع بعضها لتقديم الفرص الوظيفية اللي ممكن تكونها عند هذا المصنع أو غيره. يعني سادسا وأخيرا بالنسبة للأهداف، هو التنسيق والتكامل في الأدوار فيما بين أطراف الشراكة والحد من الازدواجية مع مراعاة استقلالية وخصوصية كل طرف من الأطراف. يعني أنا ما لازم أتدخل في القطاع الخاص وأفرض عليه أشياء معينة، ولا حتى الدولة، ولا حتى الدولة تقدر تفرض على منظمة استراتيجية محددة أو على قطاع خاص استراتيجية محددة في هذا الأمر، إنما لابد من التنسيق والتعامل في هذا الأمر. الحقيقة حتى في الأمور السياسية، لو أن خرجنا من أمور المنتج المدني الذي يستهدف المجتمع، يعني أنا وجدت حتى كمان دائما بعطي مثل على يعني بعض اتحادات منظمات المجتمع المدني كاتحاد موجود في تركيا، قال في مرة من المرات إنه حصل أكثر من انقلاب لو تكلمنا بهذا الشكل على حكومة العدالة والتنمية. كان دور منظمات المجتمع المدني أن يقف صدا منيعا أو حاجزا أو درعا منيعا، وبالأخص حتى في الانقلاب الأخير، أمام المعتدين أو القائمين على الانقلاب. فكان فعلا خرجان كثير من الصور والوثائق الفيديو وغيرها إنه دور منظمات المجتمع المدني هو عبارة عن حارس لشركاء، إن كان قطاع خاص ولا كان
قطاع حكومي، وبالتالي حتى المنظمات المجتمع المدني عندما يكون هناك إضراب أو إضرابات في مصانع معينة وهناك حقوق للعمال أو للموظفين، تستطيع منظمات المجتمع المدني التدخل ما بين كنقابات، هي بتكون ما بين الموظفين والعمال وبين أصحاب العمل أو أصحاب المصانع. فهذه أحد الأشياء اللي بنتكلم. هلا مجالات الشراكة يعني كثيرة الحقيقة، منها دعم وتمويل الأعمال البحثية اللي حكيت عنها، كانت دراسات علمية ولا اجتماعية، تشغيل وتأمين فرص عمل للقادرين على العمل، دعم وتنمية مشاريع خدمات البنية التحتية، تأهيل والتدريب في المجالات المهنية والحرفية والفنية والعلمية، الإعانات التمويلية والإقراض وتأمين وسائل الإنتاج. هذه من أهم المجالات. المجالات الثانية الإعانات والمساعدات المالية الدورية والمؤقتة والطارئة، الإعانات العينية والغذائية والملابس، الإعانات الطبية والعلاجية والدوائية، التخطيط وتوجيه التوعية الإرشادية والإعلامية والثقافية لتأصيل الوعي بالشراكة وأهمية، يعني الشعور بشراكة المجتمع بأطرافه بأعمدته الثلاثة الهرمية اللي هي القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع منظمات المجتمع المدني. أخيرا يعني في عندنا بهذا الموضوع لابد من تفعيل ثقافة المعرفة في هذا الأمر، تفعيلها بحيث أنه إحنا نفهم دور كل قطاع أو كل طرف من هذا الأطراف، ونطلب من هذا القطاع أو من هذا الطرف ما يناسبه من إمكانيات يستطيع يقدمها للعمل. هلا يعني في بعض الأشياء بالنسبة للمحور الثقافي المعرفة، في صوت ممكن عم يطلع، ممكن تقفلنا إذا كرمت. فلابد من إشاعة ثقافة الشراكة المجتمعية والتعريف بمفهومها، وهنا لابد أن يكون ذلك في صلب مناهج التعليم الأساسي والجامعي نظريا وعلميا، كما أنه لابد أن يكون ضمن رسالة وسائل الإعلام حتى بشتى الوسائل، فضلا عن كونه جزءا من رسالة المؤسسات الدينية اللي هي والتوعية الموجودة في هذا البلد. المحور الثاني اللي هو المحور التأهيلي والتدريبي، فهو لا مناص لنشر الشراكة المجتمعية من تأهيل العاملين والمتطوعين بالعمل الأهلي وتدريبهم على الشراكة المجتمعية المختلفة، أن يكون هناك فهم لهذا الموضوع، وعقد ورش عمل مستمرة بين أطراف الشركاء أو الشراكة اللي ما تكون هي ممكن إعقادة لإيجادها وتفعيلها. ولابد أن لا نستبعد المحور القانوني في هذا الأمور لكي يحافظ على استقلالية كل طرف ويحافظ على حقوق كل طرف. فالمحور القانوني هو ثالث المحاور في هذا الموضوع، ربما كان أكثر أهمية، وهو متعلق بإعطاء الصفة القانونية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الجهات المختلفة على تأسيس شراكات مجتمعية. يعني أنا شفت حتى في السعودية إنه مثل عبد اللطيف جميل، هو وكيل تويوتا، عنده منظمة مجتمع مدني أنا ذكرتها اسمها باب رزق أو باب رزق جميل، وهناك الراجحي عنده كثير والبابطين كثير من الحقيقة، حتى المشهور في مطاعم، هناك مطعم اسمه مطعم البيك يقدم وجبات روست يعني جميلة جدا وطيبة جدا، كمان عنده جزء كبير من عمله هو مساعدة المجتمع أو المشاركة مع المجتمع، دول كقطاع خاص. لسه الصوت موجود إذا بالإمكان، ما بعرف مين يطلع الصوت من عنده. So في صوت أطفال. ممكن تفرون أيام ولا ما بعرف مين هو معنا. الحقيقة أنا ما فاتح الزوم كله. طيب في
ما هي المقترحات يعني لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل وتنسيق العمل، أن يكون لدينا حكومة إلكترونية أو الحوكمة الإلكترونية بين كل الجهات، كانت جهات حكومية ولا أهلية، لابد من نشر الوعي لزيادة حجم التعاون بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لابد من زيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بأكمله.